بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وزوجاته وأهل بيته، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أيها الإخوة الأحباء الأعزاء، رجالا ونساء، أبناء حوش عيسى وأبو المطامير والدلنجات وكل هذه المنطقة التي نعتز بها والتي هي جزء أصيل وحبيب إلى نفوسنا من هذا الوطن المصري الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لو بمسك معاتي عرفت. آملا أيها الإخوة الأعزاء المشاركين في هذا المؤتمر أن ننصت لبعض ونهدأ بعض الوقت، لعل الله سبحانه وتعالى يجري على ألسنتنا جميعا ما يرضى به عنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأعزاء، إن مصر بعد الثورة وتضحية ودماء شبابها الذين شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون عدد منهم من أبناء حوش عيسى وأبو المطامير، ذهبنا اليوم لتهنئة أسرتين من أسر الشهداء، أسرة في حوش عيسى وأسرة في أبو المطامير، لعلنا نؤدي بعض حقوق هذه الأسر الشريفة، أسر الطاهرة، أمهات وأباء هذا الشباب الذي نزل بعد 25 يناير لا يبتغي إلا نصرة هذا الدين وهذا الوطن وإخراجه من بؤرة الفساد والاستبداد إلى أن يكون وطنا عزيزا وشعبا كريما مصان الكرامة والثروة بعدما تسلطت عليه نظم عشرات السنين أذاقته الذل وجعلت مصر في مؤخرة أمم كثيرة أضعف منها. لقد تخلصنا أيها الإخوة من هذا النظام الفاسد المستبد بدماء هؤلاء الشباب الذين لما بعد يقدموا مزيدا من الشهادة في سبيل الله حتى تتم تحقيق أهداف هذه الثورة العظيمة التي أبهرت العالم. أنتم أيها الإخوة وأبناء مصر كلها صنعتم ثورة أبهرت العالم، بل تأثر بها الشباب الأمريكي نفسه، فصار في قلب نيويورك واعتصم وعمل مظاهرات ثورة على الرأسمالية الفاجرة التي سحقت الفقراء في أمريكا بل في العالم كله، والذي اتخذها البعض نبراسا وأسوة لهم. فما كان من هذه الرأسمالية إلا أن أوقعت العالم كله في أكبر مشكلة مالية كبيرة ما زال العالم يعاني منها. أمريكا نفسها الآن تتساقط ماليا واقتصاديا بسبب هذا النظام الرأسمالي الساحق الذي لا يراعي في البشر إلا ولا ذمة، ولا يراعي قواعد العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء، بل تكون الثروة كل الثروة للأغنياء والأثرياء لكي يكون المال دولة للأغنياء منكم. فقط هذه هي الرأسمالية الظالمة التي خلفت قواعد وتوجيهات الله سبحانه وتعالى لنا بألا يكون المال والثراء دولة بين الأغنياء منا، بل يكون الثراء والمال لكل الناس، لكل طبقا لطاقته وجهده وعطائه. هذه الثورة المصرية العظيمة التي قدم فيها شباب مصر دماءه فصارت أمانة في رقابنا أن نكمل أهدافها. الشعب المصري، الإخوة اللي على الشمال دول ممكن يا شباب تصمتوا، تكفوا عن الحديث عشان إخوانكم يسمعوا لو سمحتوا. أيها الإخوة الأعزاء، هذه الثورة التي قدم فيها شباب مصر دماءه والتي صارت أمانة في رقابنا
إقامة أول قاعدة من قواعده وهي إقامة النظام السياسي. تمت انتخابات التشريعية والمرحلة القادمة ستتم انتخابات الرئاسية. لكن ما نشاهده ومنه ما تم اليوم، هناك محاولات تثير القلق حول الانتخابات الرئاسية، وآخرها ما أعلنته لجنة الإشراف على الانتخابات أمس أنها ستعلن اليوم كافة إجراءات الانتخابات الرئاسية. ثم اجتمعت اليوم منذ 4 ساعات وقالت أنها لم تعلن على شيء وأجلت هذا الإعلان، رغم أن الموضوع كله لا يعد أن يكون إجراءات، يعني يفتح الباب يوم كذا، يغلق يوم كذا، الطعون كذا، الانتخاب تتم كذا، لم يصدر قرار بهذه المسألة. كل الذي أعلن حينما غضب الناس واحتجوا أن الانتخابات يوم 10 مارس دون صدور قرار رسمي حتى هذه اللحظة. ماذا يريدون لمصر؟ هل يريدوا لمصر ألا تتمم انتخاب نظامها الديمقراطي؟ أن الفتوح ألها بوضوح. أن الفتوح ألها بوضوح. دم الشهداء مش هيروح. دم الشهداء مش هيروح. لا للظلم والطغيان. أبو الفتوح ألهى زمان. لا للظلم والطغيان.